ما قدرتي تكوني مرة، كوني أم على الأقل. ماشي؟ يلا انتبهي على الولد. هلأ ما عاد رح تسمعي صوتها ولا عاد رح تشوفي خلقتها، خلصنا منها. إن شاء الله مرت عمي، مو مصدقة إمتى أرجع لعدنان وكمل حياتي معه. ضروري لازم اقول لك يا هلا. اللي قالته امي مانو مزبوط عمو عدنان. مو علي اللي عمل فيني هيك ببيت المزرعه. اساسا علي كان رايح على الشغل. ليكي زهره، انا مشغول هلا وتعبان، تاخر الوقت. انتي كمان روحي نامي يلا. الخالة ليلى، الخالة ليلى اللي عملتها. سمعتها عم تقول بدها أمي تمشي من هون. أصلاً هي الوحيدة اللي بتحب تأذي أمي على طول. صدقني عمو، هي هيك كانت عم بتقول. الخالة ليلى ممكن تكون عملتها. بس ليلى تقلعت من هون وهي بتعرف انها ما رح ترجع بنوب، يعني ليش لتعمل هيك شيء؟ اليوم المسا كانت بالقصر. ايه كانت عم تقول انها كلها كم يوم ورح ترجع لهم. انت ريحي بالك زهره، ليلى ما فيها تعتب خطوه جوات هالقصر. يلا البسي، وهات مفتاح باب غرفة ملك. ما عندك وقت كتير، عملي اللي بدك تعملي بسرعة. وإذا صاروا المسكتي أنت ما شفتيني ولا بتعرفيني. خدي هات. لا تقلق أبدا، ما رح يصير هيك شيء. زعلتك يا روحي وجرحتك، سامحيني لأني أذيتك، هالشي ما كان بإيدي. أنا مسامحتك، ما رأيت أصلا. لو صار لك شي كنت رح موت، لأنه ما فيني أعيش بلاك يا روحي. عطوه حبوب منوم، اكيد بتكون نايمه من زمان. ماشي. هذا هو وضعه. مناوبه موفقه. شكرا. شكرا. فيكي تتفضلي. ليك غرفتها هنيك، خفي ايدك شوي، انا رح راقب وشوف. إذا في حدا قرب لهون بخبر. ساعة
صدقني أنا عم بحكي الحقيقة عمو عدنان. خالي بهي وخالي ليلى كانوا عم يحكوا عنا، كانوا عم يقولوا إنه رح يخلصوا منا الليلة لو سمحت أعمل أي شيء. هنن أكيد لعبوا على أمي. وبصراحة خالي ليلى هي اللي خدرتني. طيب شفتي شي ليلى ببيت المزرعة؟ أو أي تاكسي حوالين البيت مثلا؟ لا، بس هي كذبت أكثر من مرة. أنا ما شفتها. إيه بس نحنا بدون دليل ما فينا نتهمها أبدا. أمك مشيت وهلأ جا دورك لحتى تخربي هالبيت؟ ما بدكن تتركوا هالعيلة ترتاح دقيقة واحدة؟ انتي شو عم تكذبي وبتقولي لأبني كمان؟ خلص أمي اهدي شوي تعي. حكي مو كذب حقيقة، ما عملتها من قبل كمان؟ كم مرة لعبت الألعاب كرمال إنه أمي تمشي من القصر؟ هي بدها تأذيها لأمي وتأذيني كمان، بس أنا رح ورجيكم شو رح أعمل. والله رح دفع ثمن أعمالي. أمي ترباية، مين اللي رح يدفعكم أنتو ثمن اللي عملتوه بعيلتنا؟ أمي تركيها بقى. زهرة عوتك